تيست بس للصوت في البداية كده. السلام عليكم بالحضور. نعمل تيست كده مع الدعم الموجودين معنا بحيث صوت كويس كده عند الناس. تمام الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنبدأ النهاردة محاضرة تانية لموضوعنا اللي هو الليرنينج أوبجكت، وإن شاء الله أنا معاكم الدكتور محمد شلتوت معاكم إن شاء الله هدرس معاكم باقي الكورس بإذن الله. المرة اللي فاتت عشان الناس اللي ما حضرتش أول يوم النهاردة، المرة اللي فاتت إحنا ما اتكلمناش كتير عن الموضوع، وان شاء الله النهارده هنخلصه باذن الله اللي هو الجزء النظري كله، بحيث ان احنا المره الجايه باذن الله الحد القادم نبدا في الجزء العملي ان شاء الله تعالى. خلاص كده الصوت على تست، هعمل تست مع الناس عشان نقفل بس الشات كده. كل الناس عندها الصوت كويس؟ تمام كده. يا ريت الناس اللي هو الجست 90 89 88 يا ريت الناس تغير اسمها من فوق علشان نعرف ايه، يبقى في لغه تواصل بالاسماء، يبقى فلان الفلاني ده نقدر نعرف هو مين هو مين ونتكلم معاه كده. تمام كده خلاص الناس انا هقفل الشات، وزي ما اتعودنا هنخلص الجزء الشرحي بتاعي ان شاء الله، وهفتح للناس الاسئله والتواصل معايا ان شاء الله تعالى. خلاص ان شاء الله النهارده هنخلص الموضوع بتاعنا بتاع كائنات التعلم الجزء النظري، علشان ان شاء الله تعالى نبدا في الجزء العملي مع بعض باذن الله تعالى. فانا عندي الموضوع بتاعنا النهارده هنبداه من الاول عشان الناس برضو اللي ما اسعفهاش الامر المره اللي فاتت وحضرت معانا تحضر معانا النهارده وتعرف الموضوع بالظبط ايه ان شاء الله. خلاص احنا اتكلمنا المره اللي فاتت الكورس بتاعنا هيبقى جزئين نظري وعملي. الجزء النظري اللي هنخلصه النهارده باذن الله اللي هو عن ايه الكائنات التعليميه، كائنات التعلم، كينونات التعلم، ليها اسماء كتيره، ليها مسميات كتيره. ده الجزء النظري، تعريفها وخصائصها واهدافها وشكلها ازاي والحاجات دي كلها. بيفصلنا الجزء النظري عن الجزء العملي، بيفصلنا الجزء اللي هو الخاص بالسيناريو اللي احنا بنعمل زي سيناريو مصغر للكائنات التعلم عشان نبدا نصممها. بنبدا نصممها، بنعمل السيناريو، بنبدا نصمم الخلفيات او الشاشات بتاعتها بتاعت كائن التعلم على عن طريق فوتوشوب، وده اول برنامج هندرسه مع بعض ان شاء الله. هنبدا نجهز للكائن التعلم ده، لو في صوت نجهز له صوت، هنجهز له فيديو لو في فيديو، وقلنا هندرس بعض البرامج على مضض، يعني مش هندرسها بتقصى زي البريمير او الساوند بوس او اي برامج تحل محل لهم، يعني برضه بتقدر تمنتج صوت وبتقدر تمنتج ايه فيديو باذن الله تعالى. خلاص وبعد كده بعد ما نجهز كل الحاجات دي لكائن التعلم، هنبدا نصمم كائن التعلم على الفلاش ونطلعه نعمله البرمجه بتاعته ونعمله كل حاجه على الفلاش باذن الله تعالى. زائد كده هنعمل كمان مخزن لكائنات التعلم. الفلاش في هيبقى زي هوم بيج ليه او مخزن نقدر نجمع كائنات التعلم فيه ان شاء الله تعالى. فعندي فاتت احنا اتكلمنا عن التعريف المره اللي فاتت، وبنتكلم عن التعريف المره دي كمان. خلاص اللي هو بعض التعريفات، هو في تعريفات كتير جدا لكائنات التعلم، لو عملت سيرش عليها على الانترنت اللي هي الليرنينج اوبجكت او كائنات التعلم باللغه العربيه هتلاقي في تعريفات كتيرة جدا جدا. انا حاولت اختصر تعريف واحد بحيث اللي ايه يوصل للناس ان شاء الله تعالى. خلاص اللي هو مجموعه من قطع البيانات والتي يتم استخدامها في انظمه التعليم الالكتروني. احنا عندنا انظمه التعليم الالكتروني زي الموديل، زي البلاك بورد، زي الحاجات دي كلها. بقدر ارفع الكائنات التعلم اللي انا هبدا اشتغل عليها. صفحة مقلوبة، الصورة مقلوبة. طب ثواني يا عادل، مقلوبة ازاي؟ الملف اللي ظهر قدامكم مقلوب.
خلاص ثواني. طيب الناس بس، الناس بس واصلة دلوقتي؟ الناس تشيل بس تعمل ريفريش للشاشة او للصفحة نفسها وتشوف البتاع وصلت ولا لا، عشان في ناس بتقول لا وناس بتقول اه. الصوت بيروح بس عشان انا بسكت. الشاشة مقلوبة كده عند الناس، يا ريت الناس بس تقول لي. طب خلاص ممكن الناس ثواني اعدل لهم الشاشة، اتأكد بس ايه المشكلة في الملف ونبدأ نكمل الشرح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس كده الشاشة اتعدلت عندهم ولا لسه؟ في صوت بس انا ساكت بس، لسه مقلوبة. طب ماشي ثواني معايا. طب ثواني، الناس مش صابرة ليه؟ صابرة يا ياسر كده. تمام الصورة عندكم، كل الناس تمام يعني؟ ادوني الاوكي بس. اللي عنده الصورة تمام يديني رقم واحد خلاص، واللي مش عنده يديني رقم عنده. ماشي. اتنين دي يعني ايه؟ انا ما فهمتش. اتنين دي يعني انا لسه ما قلتش هيدي اتنين ولا هيدي زيرو. اتنين دي يعني مش ظاهر عنده. خلاص انا بعمل حاجه دلوقتي، هرفع بس الملف تاني. بس الناس بس تصبر بس. خلاص الصورة مقلوبة خلاص والله، عادلة والله. هو انا رفعت ملف البي دي اف، وملف البي دي اف شكل فيه مشكلة بس. برفع ملف تاني معلش. يا دينا يا دينا والله. موضوع المحاضرة ماشي ازاي؟ الجزء النظري ان شاء الله تعالى هناخد ازاي نعمل سكريبت صغير لكائن تعلم. في المرة الجاية هيبقى في على الناس ان شاء الله تعالى، التاسك اللي هيبقى على الناس اللي يبدأوا يجهزوا الافكار بتاعتهم ويبداوا يعملوا السكريبت صغير لكائن التعلم عشان نبدا نشتغل الجزء العملي مع بعض. لا نرفع الحاجات دي على الميل عندي وابدا اتراسل مع الناس. عندنا النهارده شكل المحاضره ماشي ازاي؟ اللي احنا هنخلص الجزء كائنات التعلم، هنتكلم عن السكريبت صغير لكائنات وافكار كائنات ايه؟ هندي امثله النهارده عشان الناس كانت طلبت المره اللي فاتت امثله تشوفها على كائنات التعلم على الانترنت. هديهم أمثلة يشوفوا، أمثلة مختلفة إن شاء الله تعالى، وأمثلة بسيطة وأمثلة احترافية وهكذا. وبعد ما نعمل الأمثلة والحاجات دي كلها هنبدأ نطلع بقى أفكار من الناس ندردش في آخر المحاضرة مع إن شاء الله. خلاص كده؟ ماشي. ما هو أنا برفع الملف كده مش هتطلع.
الصوت بيقطع كده عشان حصل ده. هنتكلم عن الموضوع بداية حتى الناس اللي هي اول مره تحضر النهارده هتفهم احنا الموضوع بتاعنا ماشي ازاي وهكذا باذن الله تعالى. بس فالناس بس تصبر عشان انا برفع الملف، الصوت بيقطع عشان برفع الملف بس. الناس عقبال ما يرفع الملف انا نزلت الشاشه. التعريف بتاعنا الناس معايا كده خلاص كده الصوت عندكم كويس. هنبدا على التعريف بس عقبال ما يرفع باقي الملفات ونشتغل عليها ان شاء الله تعالى. التعريف بتاعنا هو عباره عن قطع. فكره كائنات التعلم عامله زي الكورس الواحد خلاص مقلوبه برضه ازاي. الناس تعمل ريفرش، الناس اللي بتقول مقلوبه الناس تدوس على اف 5 عندها هتعمل ريفرش للصفحه. انا مش هتكلم لما الناس تهدى خالص وتسكت لحد ما نشوف نوصل لحل هل هي مقلوبه عند الناس ولا لا. بس خلاص كده خلاص انا هبدا كده. الناس بقى كده الناس ما تبصش للصوره وتسمع صوتي خلاص. احنا ما فيش حاجه عملي النهارده فمش مش هنحتاج الصوره. كل الملفات دي هرفعها على الانترنت ان شاء الله وتنزلوها خلاص كده يا اساتذه. الموضوع بتاعنا بسيط جدا. الموضوع بتاعنا عباره عن حاجه اسمها كائنات التعلم اللي هي الليرنينج اوبجكت. الليرنينج اوبجكت ده ليه تعريفات متعدده. لو دخلنا على الانترنت هتلاقي التعريفات المتعدده دي حاجات كتير. فكرته بترتكز حاجه بسيطه جدا خلاص. هنرجع للصوره بتاعتنا اللي هي في البدايه دي عشان الناس ما تشغلش بالصوره خالص. احنا خلي الموضوع عندنا وانا هشرح والناس تتابع معايا بس خلاص. وكده كده الفايل بتاع البي دي اف ده هيترفع على الانترنت والناس تشتغل من عليه. ان شاء الله وتنزل من عليه كل حاجه خلاص طالما هو في مشكله على الانترنت كده. تعريفات كتيره لو مش عليها انا. كائنات التعلم بتبدا من البسيط للمعقد. بمعنى ايه؟ انا ممكن كان التعلم بتاعي يبقى عباره عن تكست بس. بمعنى انا لو عندي ملف بي دي اف انا عامله مثلا توتوريال او شرح الحاجه ده يعتبر كان تعلم. لو عندي صوره تعبر عن موضوع معين مثلا خريطه او اي حاجه دي تعبر عن كان تعلم لوحده خلاص. عندي ساوند او صوت او حاجه برضو نفس الفكره. عندي انيميشن. كل دي اجزاء تصنف تحت كائنات التعلم. اصعبهم او اعلاهم اللي هي اللي فيه هايبر اوبجكت يعني في لينكات بقى يعني بيعتبر زي درس صغير. ده اصعبهم عشان بيبقى ضامن كل كائنات التعلم دي. بيبقى ضامن تكست، بيبقى ضامن ايمج، بيبقى ضامن ساوند، بيبقى ضامن انيميشن، بيبقى فيه فيديو، بيبقى فيه موفيز وهكذا. ده اصعبهم اللي هو المالتي ميديا ليرنينج اوبجكت اللي بيبقى ضامن الحاجات دي كلها. وده اللي احنا هنتعلمه هناخده في الفلاش. وده اللي احنا هنتعلمه علشان باقي الحاجات احنا نقدر نعملها. اللي انت تقدر تعمل ملف صوت وترفعه على الانترنت، تقدر تعمل صوره، تقدر تعمل الحاجات دي كلها خلاص. معايا كده؟ الناس تسيبها من الشاشه. انا الملف فيه مشكله. الناس خليها معايا في الشرح بس خلاص. الناس تسيبها من الشاشه والملف فيه مشكله وانا هرفع لكم الملف البي دي اف ده. الناس هتستفيد منه اللي هي تفهم اكتر في المعلومه ان شاء الله تعالى خلاص. انا هقفل الشات. قفلت الشات كده وبعد الشرح هبقى اتكلم. هفتح لكم الشات بعديها ان شاء الله. فانا عندي الكينونات او الكائنات المتعدده دي اللي هي من التكست، الايمج، الساوند، الانيميشن، الفيديو. كل الحاجات دي تكون لي الكائن اللي هو اصعبهم او اكبرهم اللي هو كائن التعلم اللي احنا هنتعلمه في الفلاش.
فلاش ان شاء الله، اللي احنا هنخرجه بقى، اللي احنا نخرج جزء معين او شكل معين من اللي احنا هنخرجه مع بعض باذن الله خلال الدوره بتاعتنا فدي دي اول فكره عندي لكائنات التعلم اللي هو ايه المكونات بتاعته او ايه العناصر بتاعته او تصنيفاته ايه. عشان التصنيفات نتكلم على التصنيفات، اللي هو ممكن يبقى نص في شكل بي دي اف في شكل وورد، ممكن يبقى صوره في شكل جي بي جي او جيف، ممكن يبقى ساوند باي حاجه ويف ام بي 3 الحاجات دي كلها، ممكن يبقى فيه شغل انيميشن اعلاهم اللي احنا هناخده في الفلاش باذن الله تعالى. انا كان نفسي اوريكم الصوره دي، دي شكل المكعبات، الناس شايفاها معرفش هي مقلوبه برده قدامهم لسه ولا لا. اتعدلت كده، اتعدلت الدعم الفني خلاص. عشان شكل الكورس متفرع منه الليرنينج اوبجكت بالشكل ايه، شكل الكورس متفرع منه الليرنينج اوبجكت بالشكل ازاي، اللي ممكن الكورس الواحد او الماده الواحده تبقى متكون منها كذا ليرنينج اوبجكت، كذا ليرنينج اوبجكت. هرفع لكم انا ملفات دلوقتي على الشات الناس تخش تبص عليها وهي بتسمع مني علشان يبقى مستوعبه اكتر من الموضوع معايا، اللي هي بعض الامثله على موضوع الليرنينج اوبجكت، بعض الامثله على الموضوع الايه الليرنينج اوبجكت عشان الناس تبقى ايه مستوعبه اكتر. ودي موجوده برضو في الملف ان شاء الله تعالى هنبقى مع بعض فيها تشوفوها مع بعض. وصل كده الملفات لكم؟ في مشكلة عندكم؟ أنا شايف الدعم الفني بيقولوا ريفريش. هفتح الشات ثواني بس قولوا لي المشكلة إيه؟ في مشكلة عند الناس؟ انا حاسس الناس مش مركزه معايا، في ناس تايهه وفي ناس مشغوله. انا هبعت دلوقتي انا هبعت، بس انا بقول لكم في مشكله انا مش هبعت الملف دلوقتي حضراتكم خلاص، احنا عارفين الصوره ما حدش يبص للصوره. الناس هتاخد اللينكات مني، الناس ما تبصش على اي سلايد، اقفل السلايد خالص. الناس احنا هنخلي الشاشه اللي هي عاديه بتاعت الموضوع خلاص. اسمع مني احنا قفلنا الشات، انا قفلت خلاص يا دعم قفلنا الشات خلاص خلاص. الناس تسمع مني، انا مش هعرض السلايدات عشان فيها مشكله. هبعت لكم ملف البي دي اف ده والناس ترفع لي، الناس هتاخده بعد المحاضره مش دلوقتي. اللي هرفعه لكم دلوقتي على الشات اللينكات الخاصه بالسامبلز الخاصه بالليرنينج اوبجكت عشان الناس اللي عايزه تبص عليه وانا بشرح خلاص معايا كده. هو ده اللي انا هتكلم عليه دلوقتي. ده سامبلز اللي انا بعتها لهم، دي سامبلز عشان تشوفوا شكل كائنات التعلم، شكل كائنات التعلم خلاص. فدي اللينكات الناس تدخل عليها وتسمع مني بتاع السلايد اللي احنا بنشرح فيه ده عشان الناس تستفيد منه في البيت في شكل بي دي اف يكون واضح معاها خلاص كده. دلوقتي احنا اتكلمنا على تصنيف الكائنات وقلنا بيبدا من النص لحد ما بيوصل للايه للمالتي ميديا ليرنينج اوبجكت. دلوقتي هنتكلم على اهميه الكائنات. هو كائنات التعلم دي ظهرت ليه؟ يعني هتفيدني في ايه؟ طب ما هو الناس تقول لي طب ما انا ممكن اعمل مقرر الكتروني وخلاص خلاص.
واريح دماغي، اعمله ماده كامله. يعني لما اجي اعمل المقرر اعمله كامل، هو انا لازم اقطعه؟ لا، كنا الاول بنعمله كامل، بس ظهرت مشكله اللي انت في بعض الاجزاء دي انا عايز استفيد منها قدام، اقدر استفيد منها في حاجات تانية. فعلشان كده المقررات الالكترونيه بقت احسنها دلوقتي على ادارات التعلم، زي الموديل، زي البلاك بورد، زي الجسور، زي البرامج دي كلها، اللي انا اقطع المقرر نفسه لاجزاء او وحدات او دروس صغيره اقدر ارفعها بسهوله. دي حاجه يقدر الطالب وهو بيتفرج عليها يقدر يشاهدها بسهوله في التحميل، مش هيبقى المقرر كامل كله قطعه واحده فبتسبب مشكله عنده في التحميل. خلاص، فلازم المقررات دخلها اللي هي الليرنينج اوبجكت، اللي هي ال او اس، اللي هو الليرنينج اوبجكت ده دخل لي اللي انا بيقطع لي المقرر او الكورس بتاعي الاجزاء، يسهل عليا عمليه الاشتراك بتاعتها. دي اول حاجه. تاني حاجه، بقت سهله جدا انتشارها الليرنينج اوبجكت دي على الانترنت. لو انت عملت سيرش على اي حاجه مثلا معينه بتنزل لك الجزء اللي انت عاوزه بالظبط، الجزء اللي انا عاوزه بالظبط، موقف تعليمي معين بهدف تعليمي، يقدر في اجزاء اقدر اختبر فيها، في اجزاء معلومات، يعني اكنه درس صغير جدا جدا. فده من اهميته برضه. لما باجي اعمل المقرر، كان في الاول عشان تيجي تعمل مقرر كامل كان بيبقى فيه مشكله اللي انت ما بتطلعهوش بالجوده العاليه اللي انت عايزها، عكس لما اجي اعمل مقرر في شكل ليرنينج اوبجكت يعني متقطع لاجزاء، بتقدر اللي انت تركز في كائن كائن منهم تطلعه بجوده عاليه، بتقدر تراعي الفروق الفرديه بين المتعلمين، بتقدر تراعي حاجاتهم التعليميه، اللي ده عايز تعليم بشكل معين في انيميشن مثلا او حاجه تجذبه اكتر، بتراعي اللي هي الفروق الفرديه والحاجات بتاعتهم التعليميه. فالكائن التعلمي او كائن التعلم بيساعد الحته دي، عكس لما اجي اعمل المقرر كامل على سيستم واحد او على استراتيجيه تعليم واحده او على شكل واحد بيراعي فرق واحد ما بيراعيش كل الفروق. بيديني فعاليه اكتر في التعلم. لما بتيجي تعمل الليرنينج اوبجكت ده بيديك فعاليه، اللي هو ايه، ما بيحسش اللي هو لازم يدرس الماده كلها كامله، لا، لو درس الجزء ده هيبقى مصغي بالمعلومه نفسها. خلاص، بيخفض لي التكلفه، بمعنى اللي انا ممكن لما اقسم الكورس بتاعي او الماده بتاعتي لاجزاء دلوقتي بتكلفه بسيطه، قدام لما يتوفر معايا المال والتكلفه انفذ كيانات تانية وهكذا، فبتقدر تساعدني على الاهميه دي. من اهميتها كمان ان انا بقدر ارفعها على اي نظام محتوى، بتبقى ليها معايير معينه، معايير سكورم والمعايير اللي هي الخاصه بالتعليم الالكتروني، بقدر اظبطها بالمعايير دي عشان تقدر اي نظام اداره محتوى يستقبلها. خلاص، اجزاء كائن التعلم بقى، يعني عشان اعمل كائن تعلم كويس ذو معايير، ايه اللي متوفر فيه؟ لازم يتوفر فيه ثلاث حاجات، اللي هي التعلم، يبقى فيه معلومه انت بتعرضها ومرتكز على هدف. خلاص، يعني ايه اللي انا بعرض له؟ معلومه عن شخصيه مثلا تاريخيه، مثلا عندي كورس كبير عن الشخصيات التاريخيه في المستوى، على المستوى الاسلامي والمستوى العربي مثلا، فبعرض له شخصيه واحده، فالشخصيه دي فيها عرض معلومه عن الشخصيه، فيها تطبيق، بمعنى اللي انا بربط المعلومه بتاعت المتعلمه بتطبيق مباشر، اللي هو مثلا يخش اقول له حدد لي مثلا، حاطط له حاجه، هو ولد فين الشخصيه دي، فيبدا يطبقها بتطبيق مباشر. فيها اختبار ذاتي، بمعنى اللي انا بحط له بعض الاسئله، ممكن تبقى بشكل اسئله، ممكن تبقى بشكل جيمز زي لعبه صغيره، ممكن تبقى بشكل تفاعلي، ممكن تبقى بشكل اونلاين مع مجموعه اخرى من الطلبه بيدرسوا نفس البرمجيه حسب التصميم. فالثلاثه دول لازم يبقوا موجودين عندي، اللي هو التعلم، التطبيق، الاختبار الذاتي. خلاص، دول ثلاث حاجات اللي هم بيكونوا لي اجزاء الكائن التعلم. معايا كده لحد دلوقتي الدنيا تمام؟ انا هفتح الشات بس عشان استقبل بس ردود الافعال بتاعت الناس. انا فتحته بالظبط ثانيه وهقفله ثاني، فالناس عندهم اي مشكله؟
الو 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 الناس سامعاني كده؟ في حد دخل عليا، دخل على الرابط بتاعي وقفل لي الشاشة. خلي الناس معايا بس وركز لهم، وبعدين نغير الأسماء ونقول لهم تغيير الأسماء علشان في حد دخل وقفل الشاشة. بس نرجع للأهمية تاني أو الفوائد اللي بتعود على كل شخص من اللي بيكونوا لي التعلم بتاعي. يعني أنا عندي فوائد كتيرة، عندي الطلبة، هناخد الطلبه مثلا دلوقتي بنتكلم على الخصوصيه. خصوصيه ازاي؟ اللي كل طالب ليه حاجاته التعليميه، ليه افكاره، ليه اهدافه للتعليم، هو عايز يتعلم ازاي. فانا بقدر ابني له كائن تعلم يخدم الحته دي، يخدم محمد، يخدم احمد بافكاره بدماغه بكل حاجه. خلاص بيديله اوبشن تاني او فايده تانية يعيد على الطالب، اللي هو بيتيح له في اي وقت يتعلمه. رفعه له على بلاك بورد مثلا، رفعه له على موقع عنده، على اسطوانه عنده، على الجهاز، يقدر في اي وقت لما يرغب اللي هو يدرس الجزئيه دي بياخدها يدرسها لوحدها. خلاص فدي الفايده اللي بتعود على الطلاب. طب الفايده مثلا ومتخصص مناهج او ايه فايده؟ خلاص الفايده، اول فايده اللي انا بخصص المناهج دي لتقابل احتياجات الاشخاص المختلفة. يبقى انا قسمت المنهج بتاعي دلوقتي، المنهج الواحد لكذا ليرنينج اوبجكت. واحد مثلا الخيري، عملت عمرو بن العاص مثلا او عمر بن الخطاب، ليرنينج اوبجكت منه بكذا احتياجات. ده بيفيد الناس اللي هم سريعين التعلم، ده بيفيد المتوسط، ده بيفيد المتفوق، كل واحد ليه مكونات جواه. فسهلت عليا كده عمليه التعليم والتعلم. تاني حاجه، بقدر ابني المناهج دي من عناصر عديده. بيبقى المنهج الواحد ليه كذا ليرنينج اوبجكت ومبني بكذا شكل او بكذا استراتيجيه. خلاص حاجه تانية، انا ممكن اطور بعد كده على العناصر اللي انا ببنيها في الليرنينج اوبجكت دي لتقابل احتياجات المستمده من التعليم المتطور. يعني التعليم مثلا اتغير في حته معينه، او التعليم تطور في جزء واكب عصر جديد، مثلا ظهر نظام جديد من انظمه اداره المحتوى. خلاص فبدات تظهر ايه عندي احتياج ان انا لازم اطور الايه الليرنينج اوبجكت، فبقى عندي اصلا سورس ليه فاقدر اطوره بسهوله. ده بالنسبه للمدراء والمتخصصين في التعليم. بالنسبه للمتطورين بقى، المطورين والمصممين اللي بيقوموا بعمل الليرنينج اوبجكت بيعملوا ايه؟ عندي اللي هو بيقدر يبني ويعدل الكائنات دي باستخدام ادوات التاليف المتعدده، واحنا اخترنا اداه تاليف منهم اللي هو الفلاش هنشتغل عليها. بس احنا عندنا ادوات تاليف كتيره زي الاسر وير، زي الدايركتور، زي الكابتيفيت، برامج كتير خاصه بادوات التاليف خاصه بالايه؟ ببناء الكائنات دي، بس احنا هناخد الفلاش. خلاص؟ عنده الكائن ده ممكن يقدر يربطه باي برمجه ثانيه، باي منصات برمجيه. يعني ممكن اعمل انا الكائن بالفلاش واربطه بالجافا مثلا على موقع، بالجي ديفلوب مثلا على موقع برضه بالجي، اربطه بالاكس ام ال، اربطه بالفي في دوت نت، اربط بكل الحاجات دي، اربط بكل الحاجات دي اقدر اربطه بيها. فكده سهل على المطورين، ان انت لما يبقى عندك كائن ممكن ترفعه على اي موقع، تربطه باي لغه برمجه وهكذا. خلاص دي بالنسبه اللي هي فوائده للناس، فوائد الناس لي. خلاص في طبعا عندي هنا هسيبها لكم تقروها، استخدام الكائنات التعليميه بيبقى شكلها ازاي. خلاص انا الناس، انا قافل الشات والناس برضو بتكتب، مش عارف الشات ماله وفي ايه. خلاص الناس اللي لسه جاي ما عنديش مشكله يتابع المحاضره بعديها ويسالني وانا معاكم ان شاء الله. خلاص عندي دلوقتي احنا وصلنا للفوائد اللي عايد عليهم، فوائد الناس اللي هم الطلاب المدراء، عندي اخر حاجه اللي هي المطورين. عندي حاجه دلوقتي ظهرت حديثه بسبب انتشار كائنات التعلم بشكل
كبير اللي هي مستودعات كائنات التعلم. ليها كذا طريقه تتعامل بيها، ليها كذا طريقه. ممكن اعمل مستودع كائن تعلم زي المكتبه كده، زي المكتبه، مكتبه فيديو او مكتبه صوت زي اللي انتم بتشوفوها على الانترنت كده، واعملها بشكل سيرش معين، ليها اسماء معينه، ليها كاتيجوري معينه، تقسيمه اقدر اعملها. انا هقدر اعملها جوه الفلاش عشان نقدر نستفيد منها. اللي احنا مستودعات التعلم، المستودعات الكائنات التعليميه دي هنقدر نبني مستودع جوه الفلاش ونربط جوه الفلاش اللي الكائنات دي تظهر. يعمل سيرش على كائن معين، يظهر له الكائن، يتفرج عليه، يدوس على اللينك بتاعه يخش عليه، يدوس على الكاتيجوري بتاعته تظهر له. انا عندي بنيت مستودع كائنات رياضه مثلا، في علوم، في فيزياء، في وكل واحد تحتيه كائنات تعلم خاصه بيه. فلما يخش على الرياضه هيشوف بقى ايه اللي موجود، في هندسه، في جبر، في وهكذا. ده دي فكره المستودعات. المستودعات دي ممكن تقدر تتعملها على ادارات المحتوى، تقدر تعملها على اي موقع باي لغه برمجه. احنا هننفذه بقى عشان الدوره بتاعتنا تكمل، هننفذه ان شاء الله مع بعض في الفلاش باذن الله تعالى. خلاص ان شاء الله تعالى مع بعض. فدي اخر حاجه في الجزء النظري اللي هي مستودعات كائنات التعلم. دي اخر حاجه في الجزء النظري. هفتح التاني الشات وبعدين نرجع نكمل عشان اشوف الناس وصلت ليه. بس اتفضلوا كده، انا استقبل اسئلتكم بالظبط 10 دقايق، يعني اسئله في 10 دقايق لو في اي حد محتاج اي توضيح في اي حاجه. انا بعت اللينكات للناس عشان تشوف يعني ايه شكل كائنات التعلم عشان يبقى واضح معاهم شكله ازاي. جرب واحد على فكره مش شغال. حاضر، هبعت لكم اللينكات حالا دلوقتي تاني. خلاص اللينكات دي هتديكوا بس هي كلها انجليزي. احنا بقى نعمل المحتوى العربي بعد ان شاء الله تعالى، نعمل مع بعض المحتوى العربي لكائنات التعلم. كلهم راس هرفعهم لكم على هرفع كل حاجة على الصفحة بتاعتنا ان شاء الله على فيسبوك. الناس معايا؟ كل حاجة انتوا عايزينها انا هرفعها لكم على الصفحة بتاعت الفيسبوك. وعذرا ان انا بتأسف للناس اللي حصلت المشكلة دي، يعني هي مشكلة موضوع الملف المقلوب ده. خلاص كده الناس عندها اي اسئلة في الاجزاء اللي فاتت؟ هنكمل جزء مهم دلوقتي اللي ازاي اطلع فكرة، ودي المشكلة اللي عندي. خلاص هرد على الاسئله اللي هو يعتبر ايه والحاجات دي، وانا بعد في الاواخر. بس دلوقتي نكمل الجزء بتاعنا عشان نقفل الجزء بتاعنا النهارده ان شاء الله، عشان الناس هتبدا يبقى اول واجب ليهم النهارده يبداوا يعملوا السكريبت زي ما انا هعمله كده مع بعض. خلاص هقفل برضو الشات. انا عندي ازاي اطلع فكره واعملها في كائنات التعلم. عندي فكره معينه انا عايز اعملها. انا عامه بتبقى الافكار بتيجي ازاي؟ لا بتيجي من مقرر مثلا في الجامعه، مقرر في الابتدائي، مقرر في الاعدادي، في المدارس يعني. او بعمل انا فكره اسرائيليه، بتبقى انا عندي الفكره وانا اللي ببني شكل مقرر ده. انا وانا بعمل مقرر الكتروني، لو انا بعمل ايه مقرر الكتروني. طب لو انا ما بعملش مقرر الكتروني وعايز اعمل ليرنينج اوبجكت من البدايه، انا اللي اعمله اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بطلع الفكره بتاعتي، ببدا اطلع الفكره بتاعتي. عايز اطلع فكره معينه، اطلعها ازاي؟ خلاص الفكره المعينة انا بطلعها اللي انا بشوف انا فكره تتماشى مثلا تتماشى مع توجه عندي في توجه في الجامعه، توجه في المدرسه وهكذا. فكره انا خبير المشكله، فدي تحتيها مليون شخصيه. ازاي الشخصيه اعملها ليرنينج اوبجكت لوحديها؟ دي واضحه عندنا من الشخصيات عشان مثلا الموضوع واضح شويه. طب لو انا عندي علوم مثلا، انا بشرح بعض
تجارب في العلوم خلاص، فعندي تجارب كتيره جدا، فالتجارب دي ازاي افصلها وتبقى ليرنينج اوبجكت؟ يعني بمعنى ايه؟ اللي انا هفصل تجربه تجربه لوحدها، لما افصلها لوحديها لوحديها لما لوحديها بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها اللي انا بقدر ادرسها لوحدها، طلبه لوحديها خلاص؟ ادرس الطلبه لوحديها ازاي؟ اللي الطلبه يستوعبوا التجربه دي لوحدي، اقدر استفيد من التجربه دي في حته تانيه. انا عملت لكم الفكره بتاعتي اللي انا عملت الشخصيات التاريخيه، الناس هتبدا تطلع افكارها بنفس الطريقه، اللي يكون عندها وحده متكامله تقسمها اللي ليرنينج اوبجكت، تاخد منهم ليرنينج اوبجكت واحد وتبدا تنفذ عليه اللي احنا هنبدا نقول عليه، هنبدا قال عليه طلعت كده عندي فكره. قلت مثلا انا عمر بن الخطاب، دي شخصيه، الشخصيه دي تحتيها اهداف، انا عايز اوصل اللي هيدرس او اللي هيشوف الشخصيه دي لاهداف معينه، اللي هو يتعلم من اللقاء ده عمل ايه، اللي وصل في عهده توصل كان شكله ازاي، اهدافها عشان يبقى فيها هدف واضح، هدف واضح تعليم خلاص. بعد ما بعمل كده بشوف ايه الداتا اللي عندي، البيانات اللي عندي اللي انا هقدر ابني منها الليرنينج اوبجكت. لازم يبقى عندي ماده، لو انا مش عندي ماده ماسكه في ايدي مثلا او موجوده في ايدي من مناهج، هعمل ايه؟ انا هحللها، انا هحلل الماده دي، انا هحلل الماده بمعنى ايه؟ انا هجمع لها داتا، انا اللي هجمع لها ايه؟ داتا، عشان تبقى في ماده معايا، علشان يبقى في ماده في ايدي بقراها بشوفها والحاجات دي كلها. فهبدا اجمع الداتا بتاعتي اللي بتتكلم عن عمر بن الخطاب. بعد ما اجمع الداتا وتوفر الداتا وتوفر الاهداف عندي، هبدا اصمم سيناريو اوبجكت اللي انا في السيناريو، عشان تشوفوه الناس شايفه كده الشاشه اللي انا بشوفها. هفتح بس ثواني هوريكم الشاشه، قولوا لي الشاشه مقلوبه او مش مقلوبه، يعني انا عدلتها تاني. دي الفكره، مثلا انا عندي دلوقتي الافكار، فتحت كده الناس تديني الاوكي، بس تكتب واحد اللي شايف رقم واحد، اول واحده الدكتوره مقلوبه، واحد واحد يعني كده مش مقلوبه اهي. خلاص اللي مقلوب عنده، معلش اللي مقلوب عنده يلف دماغه كده ويشوف ايه اللي مكتوب فيها لحد ما نبعت له الملف اللي مش، عشان بس ده. خلاص ما هو في تفاوت، اللي عندي يستحملني معلش ويقلب دماغه بس يشوف اللي مكتوب فيه. خلاص وهبعت لكم الملف وهقولكم ان شاء الله. ماشي يا دكتور امل، عشان انت اول واحده قلتي مقلوبه هنتعبك بقى. خلاص هقفل الشات يا جماعه. خلاص انا قفلت الشات كده معايا الناس. فانا عندي الفكره بتاعتي اللي هي وحده شخصيات تاريخيه، عندي شخصيات متعدده، عمر بن الخطاب، عمرو بن العاص، صلاح الدين الايوبي، سيف الدين قطز. مثلا اخترت صلاح الدين الايوبي، والناس انا ليا خلفيه تاريخيه ما تزعلش من التاريخ. ماشي دي اول شاشه عندي بعمل فيها تقسيمه السيناريو. شايفين الشاشه الرمادي اللي عندك دي اللي مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم صلاح الدين الايوبي؟ خلاص الشاشه دي هي بدايه الليرنينج اوبجكت. انا بيبقى عندي اي ليرنينج اوبجكت بيبقى ليه مقدمه عشان يوضح لك هو ايه الموضوع ده ايه. فبكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم اسم الموضوع او الحاجات دي كلها، بيبقى ليه عنوان، عنوان الشاشه هي ايه، ده العنوان، الاطار بتاعها رقمه ايه، النصوص اللي فيها لو فيها نصوص او فيها صور، بكتب التوضيح في الجزء اللي على اليمين ده اللي هو الجزء اللي على اليمين، لو فيها اصوات بكتبها، لو فيها صور بكتبها، لو فيها وسائط اخرى اللي هي وسائط اخرى يعني ايه، يعني صور متحركه، يعني فيديو، الحاجات دي كلها. بكتب هنا الايفنت، الحدث، الكود نفسه، الكود نفسه يعني عندي هنا مثلا الشاشه دي هتقف 5 ثواني، فبكتب مثلا ايه نقاط الزمن هنا هيقف 5 ثواني، يعني بكتب في الشاشه بتاعتي بتاعت السكريبت كل التفاصيل اللي سوف تنفذ على ارض الواقع بتاعتي على الليرنينج اوبجكت. فاول شاشه عندي شاشه الافتتاحيه اللي هي بتديني عنوان الموضوع. بعد كده بخش على شاشه ثانيه، شاشه الاهداف. مش شرط اخش على شاشه الاهداف، مش شرط اخش، دي بقى على حسب كل واحد يعمل السيناريو بتاعه. انا ممكن اخش على شاشه تبقى الشاشه دي عباره عن قائمه فيها الاهداف، القاعات اللي هتدرس جوه الليرنينج اوبجكت دي، فيها الاختبارات التستنج مثلا، فيها العاب حسب الموضوع بتاعك ايه، حسب الموضوع بتاعك ايه. خلاص فهي دي نفس الفكره، بس الواضح لينا
السيناريو كله عباره عن شاشات متعدده، دي تقسيمه الشاشات. الجزء الرمادي ده بيعبر عن الشاشه بتاعتك ايه اللي هيحتوي فيها. الجزء اللي على اليمين بيديك العنوان الشاشه بتاع عنوان الشاشه، خلاص عنوان الليرنينج اوبجكت فوق خالص، النصوص اللي هتبقى موجوده ايه تفاصيلها، كنت جايبها صوره ولا جايبها تكست، الخط نوع ايه مثلا، الاصوات اللي عندك ايه، الميوزك اللي عندك ايه، الوسائط المتعدده المالتي ميديا بتاعتك ايه، فيديو والحاجات دي كلها، الاحداث والحركه الايفنت بقى. يعني انت لو دوست على الزرار على عملت كليك على كلمه اهداف دي هتنقلك للشاشه بتاعت الاهداف، هتنقلك لاطار رقم كذا. لو دوست على كلمه الدروس او تعريف بالشخصيه مثلا هتدخلك للشاشه اللي هي اطار رقم 4 تعريف بالشخصيه وهكذا. فبكتب كل الايفنت ده علشان تسهل معايا الليرنينج اوبجكت، لو انا مظبطه كويس هيسهل عليا العمليه العملي، هيسهل عليا عمليا بقى، انا عملت السكريبت كويس هيسهل عليا السكريبت بعد كده تنفيذه بسهوله جدا. خلاص معايا كده الناس؟ بكمل بقى باقي الشاشات. شاشه الكائن بتاعي اللي فيها كائن، مين اللي مصمم الكائن ده، تصميم مين، الجهه المنتجه مين، عشان يبقى عندك ديتيلز كامله لتصميم الكائن. فبتحط دي عندك شاشه ثانيه اللي هي مثلا دي الشاشه الرئيسيه البيضه، دي انا سايبها بيضه ليه؟ عشان دي ممكن تغير المحكي نفسه، الكائن نفسه. محتويات الكائن ممكن يبقى لينكات، ممكن يبقى تكست ويبقى فيه لينكات، ممكن يبقى ايكونز، حسب مع بعض. فالسكريبت ببساطه كده انا هبعته لكم ان شاء الله لوحده بتفاصيله، هعمل انا سكريبت صغير بايدي وهبعت لكم السكريبت تمشوا بشكله. في سكريبتات كتيره وفي سيناريوهات كتيره لبرمجيات، في سيناريوهات للواقع التعليمي، مش لو عملت بس كتير وبيريحني وبيريح لو حد بيشتغل معاك. يعني لو حد بيساعدك او بيشتغل معاك في حاجات معينه بيبقى عارف الجواب فين وجاي منين. خلاص فده هفتح للناس الشات عشان نتناقش في السكريبت كده تاني لو مش واضحه مع الناس في السيناريو. خلاص السيناريو انا هبعته لكم، انا فتحت الشات عشان نستقبل الاسئله. السيناريو انا هبعته لكم النهارده ان شاء الله تعالى. السكريبت ده يعني السيناريو، خلاص هيتعمل على الوورد عادي. السيناريو اللي احنا بنعمله ده هيتعمل على الوورد عشان الناس تفرق. السكريبت اللي انا بتكلم عليه مش سكريبت كود، سكريبت قصدي اللي هو السيناريو ترجمته يعني. خلاص لا مش هو مبسط عن كده، هو مبسط بس انت عشان مش شايفين الشاشه كبيره فايه ممكن تعديل فيه وممكن تطويره اثناء التنفيذ. خلاص احنا بنصممه على شكل وورد او على شكل باوربوينت. خلاص فايده كتابه السيناريو ايه؟ خلاص الناس تسال سؤال وتنتظر. فايده كتابه السيناريو اللي بيبقى عندي الليرنينج اوبجكت كامل على ورق، كامل على ورق. ليه؟ ساعات بيبقى الليرنينج اوبجكت مش انا الوحيد خلاص اللي بنفذه، مش انا الوحيد اللي بنفذه، ممكن حد تاني ينفذه معايا، فلازم يبقى عارف ايه الخطوات اللي فيه او ايه اللي بيحصل فيه. مره ايه الفرق بين كائنات التعلم ووحدات التعلم؟ المسمى واحد، في ناس بتسميهم كائنات التعلم، في ناس بتسميه وحدات التعلم، في ناس بتسميه كينونات التعلم، هتلاقي في مسميات كتير على الانترنت، في مسميات كتير على الانترنت، حتى الترجمه بتاعت الليرنينج اوبجكت مترجمه كتير. خلاص؟ هو دكتور عمل طبعا هو قريب من برمجات المالتي ميديا عشان هو جزء من برمجات المالتي ميديا وليس كورس كامل، بس الجزء البسيط ده اقدر اتعلمه لوحده. بمعنى ايه؟ لو انا درستهولك، درست الجزء الليرنينج اوبجكت ده هتتعلميه، عكس مثلا لو برمجيه كامله ما عملتهاش كليرنينج اوبجكت، عملتها حته واحده ما بتقدريش تتعلمي منها. خلاص اجزاء تنظيميه ازاي الناس؟ بس انا هقفل لحد ما اقرا بس الاسئله اللي جت وبعدين افتح تاني. ماشي. الدكتوره ده مش اجزاء تنظيميه بس، ما هو لو اجزاء تنظيميه ما انا ممكن اقول لك نظمي البرمجيه التعليميه اللي انت هتعمليها كبرمجيه كامله في شكل تنظيمي وهتبقى سهله، لا علشان فيها جزء تاني بيساعدني في رفعها على الانترنت. بمعنى ان انا لما بتبقى متقسمه كليرنينج اوبجكت صغير كده بتسهل في الرفع، بتسهل ان انا اقدر اعمل لها تحزين سكور بالمعايير بتاعت سكور اللي بتترفع على ادارات المحتوى. خلاص؟ بتسهل عليا في ترتيبها في السيرش في البحث.
عكس لما تيجي برمجيه كامله مقفوله حته واحده، بتبقى مشكلتها لما بتيجي تبحث انت بتبحث على اسم البرمجه كامله ولا لسه على الاجزاء الداخليه، عشان هو بيبقى قافلها المبرمج او المطور اللي عاملها اي اكس اي كامله وهكذا. خلاص، يعني ايه الجانب المرئي والجانب المسموع وصف الاطار ورقم الشاشه؟ ماشي، فين الجانب المرئي والجانب المسموع؟ انا عندي عنوان الشاشه ده عنوان الاطار نفسه، هو ليه رقم الاطار وليه عنوان؟ عنوان الاطار نفسه مثلا دي شاشه الاهداف بيبقى مكتوب فيها الاهداف، الاطار نفسه رقمه رقم 5، ده بيتكتب في الكود. انا هنتقل لما ادوس على كلمه اهداف هينقلني لاطار رقم 5 مثلا، اطار رقم 5 ده اللي هو السين بتاعت 5، لما نخش في الكود هنعرفها، لان انا عندي السين رقم 5 دي فيها الاهداف فبحطها في الكود. خلاص، ومش رقم الشاشه، رقم الشاشه لا، الاطار، الاطار اللي انت شغال بنسميها كده، ليها مسميات. خلاص ماشي كده، ماشي. هنا ممكن نعمله على الباوربوينت، بس لما تيجي ترفع الباوربوينت هيبقى فيه مشكله. ايه المشكله فيها؟ مش هتيجي اللينكات اللي احنا بنتكلم عليها، مش هتيجي الانتر اكتف، مش هتيجي التستات اللي بتتكلمي عليها، مش هينفع يتركب على اداره محتوى، هيبقى مفهوم ملف واحد، مش هينفع تستخدميه بعد كده في حاجات تانية. بمعنى ايه؟ زي ما احنا اتكلمنا في الاول كده، الباوربوينت انا ما اقدرش اربطه مثلا بكود، لا، كائنات التعلم لو عملتها بالفلاش او باي برنامج ده تاني للتاليف هقدر اربطه باي كود، اعمل لينك عليها اللي هي يشغلها لي في الصفحه هنا، يشغلها لي هنا. الباوربوينت هيبقى صعب، علشان الناس لازم يبقى عندها ايه، باوربوينت وعندها حاجات كتير. خلاص، السكريبت فيه، السيناريو فيه شكل الخلفيات، ما احنا الخلفيات ده الجزء اللي بعد السيناريو. بعد السيناريو ازاي؟ اللي انا بحط شكل مبدئي للمحتوى، المحتويات اللي جوه السكريبت او جوه السيناريو. خلاص، وبعد ما بحط الشكل المبدئي ببدا الخلفيه، بنظم الخلفيات، وبعد كده ممكن بقى لو انت عايز تضيف اكتر بتروح عامل بعد ما بتصمم الخلفيات دي سكريبت جديد تحط الخلفيه عليه التكست او المحتوى اللي انت وصفته قبل كده، بتديه شكل افضل. هفتح تاني ونستقبل برضو الاسئله على السكريبت والتناقش معاها. اتفضلوا. محدش عنده اسئله؟ انا فتحت الشات، اللي عايز يكتب اسئله فيها الموضوع. ماشي، يعني ايه كود؟ يعني ايه كود؟ ده لغه البرمجه اللي احنا هندرسها جوه الفلاش ان شاء الله، اللي هي الاكشن سكريبت، اللي هي عمليه التطبيق. هو مش قريب من الجافا، هو الجافا بتعمل حاجه وده بيعمل حاجه. الجافا ممكن تعمل ليرنينج اوبجكت، بس اللي هيدرسها هيدرس لغه برمجه كامله، فهتبقى فيها صعوبة شوية. لا، الأهداف مهمة جدا عشان تقدر توضحي، ممكن ما تكتبهاش، يعني بعض الليرنينج اوبشن ما بيكتبش الأهداف بس تبقى واضحة ليكي، ممكن تحطيها كلينك، مش شرط يبقى شاشة ظاهرة على طول لليوزر، عايز يخش يقراها يقراها، مش عايز خلاص. خلاص والله هنطبق عملي، المرة الجاية إن شاء الله إحنا هنبدأ نطبق عملي، أوريكوا سيناريو واضح جدا أنا عامله ونبدأ نصمم على أساسه. خلاص؟ هعمل هقفل بس لحد ما اقرا واكمل على البتاع. ماشي، الاسئله بس. عندي نوع بتقول اللي مفيش فرق بين الستوري بورد والمالتي ميديا وكائنات التعلم، هو مفيش فرق، ما احنا لسه بنتكلم فيها. الستوري بورد او السيناريو بتاع المالتي ميديا كامله هو هو بتاع كائنات التعلم، انا يعني ما بطلعش، ما بخترعش ستوري بورد، هو هو نفس التقسيمه ونفس الحاجه، بس الهدف من ايه ده والهدف من ايه ده، الفكره. السيناريوهات متعدده وكلها بتخدم هدف واحد. حسام بيتكلم ممكن اعمل عن شركتي واهدافها ومجال شغلها، اه ممكن اعمل نفس الفكره عنها، ليه لا؟ في شكل ليرنينج اوبجكت، تعليم لحاجه معينه، بس هيبقى في شكل تجاري شويه، بعيدنا عن اللي هو كائنات تعلم، هو ما بيعلمش كده، هو بيديك اللي هي كشكل مالتي ميديا بقى، فده يبقى ليه حاجه ثانيه. خلاص؟ احنا هندرس الفوتوشوب الاول عشان الفوتوشوب هيساعدني في تصميم الخلفيات الخاصه بالليرنينج اوبجكت بتاعي. بالليرنينج اوبجكت بتاعك، ودي هنتكلم عليها. مش شرط يبقى في باك جراوند او الناس عندها فهم، احنا هناخده من الاول من الالف للياء زي ما بقول، الفوتوشوب والفلاش ان شاء الله تعالى. خلاص، هفتح تاني الشات استقبل الاسئله. الناس يا ريت تبص على اسئله زمايلها بحيث ان ما حدش يكرر سؤال ويبقى كل الاسئله فيها اسراء لينا كلنا ان شاء الله.
ممكن تعملها على الباور، ممكن تعملها على الوورد، دي براحتكم يعني، السيناريو يتعمل على اي شكل. ما هو انا لازم انا مش هدرس الفلاش كفلاش، انا فلت بس الشات عشان نتكلم في الحته دي. انا هدرس ليه وليس الفلاش كفلاش. لا احنا دلوقتي عندنا الفلاش، انت خدت الفلاش هتعمل بيه ايه؟ لازم استثمره. السنترات المحترمه لما بتيجي تتكلم على برنامج معين بيدرس لك، يقول لك الفوتوشوب، مفيش حاجه اسمها الفوتوشوب بس، لا انا بوجهك لمجال معين. الناس اللي هتشتغل في التعليم والحاجات دي، انا بوجه اللي انا بطلع الفلاش يطلع لي حاجات تخدمني، اللي هي الليرنينج اوبشن، اللي هي كيانات التعلم، اللي هي يعمل لي برمجيه عليه. خلاص الفوتوشوب عندي مثلا ليه مجالات كتيره، هاخد انا الفوتوشوب اللي هو يعمل لي خلفيات لكيانات التعلم. خلاص ماليش دعوه مثلا بالبرنت، ماليش دعوه بالميديا، وعلى انه بيخدم جوه الميديا والبرنت والحاجات دي كلها. علشان كده هندرس الفلاش عشان يطلع لي كائن تعلم، لازم اعرف فكره كائن التعلم عشان اقدر انفذها في الفلاش. اتفضلوا كده بقى الاسئله. البرامج اللي هندرسها الفوتوشوب والفلاش ان شاء الله، وبرنامجين، برنامج خاص بالصوت وبرنامج خاص بالفيديو عشان المونتاج الصوت والايه والفيديو. هشوف لكم لينك لتحميل الفلاش والفوتوشوب ده على الانترنت، او الشباب بقى اللي ليها محترفه سيرشنج على الانترنت ممكن تطلع لنا حاجات تبقى فيها اللينكات دي موجوده ان شاء الله، بتترفع على طول على المنتدى بتاع والصفحه بتاعتنا ليها ان شاء الله. ما احنا هنحدد واجب دلوقتي نعمله، الناس تتابعني بس النهارده وبكره هنرفع الملف ده على الصفحه بتاعتنا. خلاص مطلوب من الناس يعملوا فكره تنفع كليرنج اوبجكت وينفذوها كسيناريو، ياخد شكل السيناريو ده وينفذها بالظبط عليه، ويبدا من هنا لحد يوم الاحد الناس تبعت لي على الميل الخاص بيا او ترفعها على الصفحه ونبدا نتناقش فيها. خلاص ونبدا نتناقش فيها. تمام كده؟ الناس بس ثواني معايا اقفل برضو الشات، اخد الاسئله عشان ما اسيبش اسئله. لا الموضوع بتاعنا هندرس اللي هو الفلاش والفوتوشوب بس، باقي البرامج دي مش هندرسها مع بعض. خلاص ايه تاني من الاسئله اللي فاتتني؟ معلش. تمام كده الواجب المره الجايه ان شاء الله هيبقى في اعداد فكره عشان ننفذها على مدار الكورس مع بعض، الناس هتنفذها معايا، انا هنفذ فكرتي وكل واحد هينفذ فكرته، هننفذها على مدار الكورس في الليرنج اوبجكت، الناس تعمل لي سيناريو، هنعمل سيناريو ان شاء الله مع بعض، سكريبت ازاي مع بعض ونشوفه ونراجعه مع بعض. خلاص علشان المره الجايه باذن الله هنبدا اول حاجه اللي احنا نصمم الخلفيات الخاصه بالليرنج اوبجكت بتاعتي. ده الواجب بتاعنا. الواجب بتاعنا، وهترفع برده على الصفحه ايه المطلوب في الواجب. في الايفنت بتاع الايه الصفحه او في قسم المنتدى. انا ما قلت لك يا نهى مفيش فرق بين السيناريو لبرامج المالتي ميديا وعناصر التعلم، عناصر التعلم جمعناها مع بعض. خلاص انا هقفل بس الشات معلش ارد على الاسئله عشان كترت. لو جمعنا عناصر التعلم مع بعض هتطلع لي برنامج مالتي ميديا كامل، لو فصلناها هتطلع لي ليرنينج اوبجكت لو هي مفصوله. برنامج المالتي ميديا لو فصلناه مش هيطلع لي عناصر تعلم لو هو مش مبني على عناصر تعلم. بمعنى لو انا عملت برنامج مالتي ميديا كامل خلاص هيبقى حته واحده مش هقدر افصله. ليه؟ فكره عناصر التعلم لازم كل عنصر من العناصر دي يخدم لي فكره او يوضح لي فكره او يوضح لي هدف. فالبرمجيه لما بتبقى مبنيه بتبقى مبنيه كلها مع بعض. خلاص؟ هقول الواجب الثاني يا دكتور اعمل. حاضر. وصل كده يا نو ولا في حاجه مش واضحه معاك؟ خلاص فهي دي الفكره. هتلاقي الامور متشابهه مع بعض فيها. الامور متشابهه. الامور متشابهه في ايه؟ اللي انا عندي البرمجيه كامله بعملها بس ما بقدرش افصلها عشان كلها مبنيه على اهداف شامله للبرمجيه. اما العنصر لوحده ممكن يدرس لوحده. بس ممكن لو جمعتهم مع عناصر مع بعضيها زي الشخصيات التاريخيه، طلع لي وحده شخصيات تاريخيه، زي تجارب العلوم.
تجربة تجربة هتبقى لوحديها ممكن يدرسها، بس لما نجمعها تطلع لي تجارب متعددة. خلاص. الواجب تاني عشان الدكتور أمل النت فصل عندها وعشان الناس فصل عندها. خلاص. الواجب الواجب عبارة عن نطلع فكرة تنفع تصميم كائن تعلم، نبدأ ننفذها كسيناريو زي السيناريو اللي احنا عاملينه ده، ونبدأ نشتغل عليه، ونبدأ ترسلوني خلاص، وابدأ نطلعه مع بعض معايا كده. نبدأ نراجعه، عندكم الايميل بتاعي، عندكم الصفحة بتاعت الايفنت، هنرفع عليها كل الحاجات ان شاء الله يعني، بس اصبروا علينا عشان نشوف المشكلة في الملف ده. خلاص. ونشوف والملف جواه اللينكات، هرفع اللينكات يعني لينكات، يعني هرفع اللينكات دلوقتي على الموضوع بتاعنا. خلاص. هرفع ازاي كائنات التعلم مع بعض، الناس بس تصبر معانا، هنرفعها على الصفحة بتاعتي، هنرفع على الصفحة مع بعض. يتعمل الواجب على اي حاجة، على وورد او على باوربوينت، زي ما انت يريحك، اللي انت بتقدر تستخدمه ده. هي شاشات بس هنعملها زي شكل الشاشات، مفيش اي مشكلة. ابعتهولي نبص عليه ونرفعه برضه على الصفحة. لو احنا حطينا امكانية في المنتدى، في المنتدى الناس تسجل فيه، تقدر تعمل شكل الفايل ده في شكل السيناريو بتعمل ازاي، اقراه كده وهتلاقي. بسيط ان شاء الله تعالى، لا الوصف بتاع السيناريو والشاشه دي هيبقى فيها ايه وهكذا. خلاص. الملف الخاص بالمحاضره ان شاء الله هنرفعه على الصفحه بتاعتنا. حاضر، هبعت لكم لينك دلوقتي، انا اللينكات مجربها، انا هبعت لكم لينك الخاص بالسامبلز عشان الناس تشوفها، الناس تاخدها كوبي وبيست، ما تبص عليها من الصفحه نفسها، خدها كوبي وبيست من الصفحه وحطها في الاكسبلور. خلاص. ده واحد اهو. هتلاقي واحد منهم اللي انا بعته دلوقتي بيفتح، اول ما تدوس ستارت هيبدا يفتح لك كائن التعلم قدامك اللي بيشتغل، وبيطلب منك حاجات مثلا معينه تقدر تنفذها عشان تبدا يشتغل. خلاص كده. الناس ده سامبلز تاني اهو، برضه خشوا اتفرجوا عليه. وده سامبلز تاني برضو. كل دي سامبلز الناس تقدر تخش تتفرج عليها وتشوف ايه اللي فيها بيحصل ان شاء الله تعالى. في حد عنده اي توضيح تاني او اي اسئلة؟ الفكره كده واضحه للناس؟ معلش مشكله الملف اللي حصلت دي ممكن تكون برضو اثرت مع الناس شويه. ما هو فلاشات الناس ما هو ده الليرنينج اوبجكت عامله على شكل فلاشات. ماشي. السكريبت والسيناريو دعاء ان شاء الله هبعت لكم الفايل شكل السكريبت زي ما انا عامله كده، الناس تمشي عليه. الناس لو عايزه تعمل سيرش على الانترنت هتلاقي شكل سكريبتات كتيره زي ما انت عايزين، هنطبقه عمل ان شاء الله من المره الجايه، هنطبقه عمل ان شاء الله من المره الجايه. لا، الجدول مواعيد المحاضرات ان شاء الله الاحد والاربع الساعه 8 بتوقيت القاهره والساعه 9 بتوقيت السعوديه. خلاص. ده المحاضرات بتاعتنا احد واربع ان شاء الله الساعه 8 مساء.
اي ازرار اللي في الفايل ولا فين؟ السيناريو العربي، انا هديك السيناريو العربي اللي انا بعت اللينكات دي كسامبلز للليرنينج اوبجكت. اللينكات اللي انا بعتها ليست لينكات للسيناريو، اللينكات اللي انا بعتها دي للليرنينج اوبجكت شكله ازاي ومرفوع على المواقع ازاي. ده الاجنبي، احنا بنحاول نعمل المحتوى العربي. ملف السيناريو والملفات كلها والكلام في PDF هيترفع على الموقع بتاع المنتدى بتاعنا وعلى الصفحه بتاعتنا ان شاء الله. خلاص، خلاص الفكره هتتضح اكتر لما نخش في العملي. اما نمشي المره الجايه نبدا نفسر السيناريو. اول ما الناس هتشتغل بايديها هتحس بالموضوع اكتر. في صفحه للمعهد ككامل وفي صفحه للكورس نفسه. ان شاء الله. لا السيناريو انا هبعته لك يا دعاء وانت هتنفذيه. والناس اللي مش فاهمه حاجه في السيناريو يضيفني عنده بس على فيسبوك او على الماسنجر ونتكلم مع بعض، ما عنديش اي مشكله. انا موجود ببقى اونلاين يعني فترات طويله ونتكلم مع بعض. او تبعتوا لي تساؤلاتكم على الميل فاتت ورديت عليهم يعني. ينفع الليرنينج اوبجكت متعدد على شكل كرتون، ده هترسمه بقى، يبقى انت عندك شكل كرتون والحاجات دي كلها. خلاص حاضر ان شاء الله، عشان المشكله اللي فيه وهبقى ارفعه لكم على طول. ماشي، الناس هترفع لكم اللينك تاني بتاع الفيسبوك دلوقتي. خلاص يبقى كده الناس اتضحت الفكره النهارده. احنا النهارده خلصنا فكره النظري بتاعنا كله، بدأنا الجزء العمل اللي هو بالسيناريو. عامل الميل بتاعه ده الميل الشخصي بتاعي. الناس بس في وقت الاسئله اكتب لكم البيانات بتاعتي معلش. خلاص هكتب لكم البيانات كلها دلوقتي، ثواني اطلعها بس الفايل عندي. ده الايميل. خلاص ده الويب سايت بتاعي وده الجاليري بتاعي، في يعني بعض الشغل بعض الشغل بتاعي، ودي المدونه الشخصيه بتاعتي، دي البيانات بتاعتي كلها، الميل والموقع والجاليري بتاعي اللي هي shaltoddeviant.com. ده جاليري وده المدونه خاصة بيا، مدونة بعيد عن الموضوع خالص عشان برضو الناس ما تستغربش. و وهديكوا دلوقتي اللي هي صفحة الفيسبوك بتاعتي بحيث الناس اللي عايزة ده. خلاص لا بس المهم اوصل للهدف، ما عنديش مشكله اتواصل مع بعض. الجاليري بتاع الديزاين بتاعي يعني التصميمات بتاعت اللي انا عاملها بايدي الجاليري. خلاص فببعتلكوا الميل، الميل الشخصي بتاعي، الموقع الشخصي بتاعي، الجاليري اللي هو الخاص بالاعمال اللي انا عاملها، ببعتلكوا المدونه بتاعتي وفيسبوك. اتصالات عديده اهو تواصل مع الناس. خلاص اسئلة تاني النهاردة يعني، اتمنى للمحاضرة بس ما نكونش المشكلة اللي حصلت اتأثرت على الناس، ومعلش انا بعتذر ليهم وكون المحاضرة شايفة. خلاص والناس تتابعني كده وعلى اي شيء محتاجينه على
الكونتاكت بتاعتي ان شاء الله باذن الله. في اي اسئله قبل ما اقفل او اي حاجه؟ انا معاكم. انا منتظر اي اسئله منكم. المحاضرات موجوده على المنتدى، موجوده على الصفحه بتاعه الفيسبوك، كل ده موجود ان شاء الله. طبعا بشكر الحضور على حضورهم واستحملهم اللي حصل، معلش وبعتذر لهم تاني. خلاص بشكر كل الناس، وان شاء الله نبقى مجموعه كويسه باذن الله، نقدر نفيد بعض باذن الله. هنتظر منكم الواجبات، هنعيد الواجب تاني قبل ما اقفل. الواجب مطلوب مني اطلع فكره تنفع كليرنينج اوبجكت، الفكره دي احولها لسيناريو خلاص، ونبدا نتواصل بيها. السيناريو ده شكله خلاص هو ده مظبوط ولا لا، الفكره هتعمل كده ولا لا، وهكذا. خلاص لينك كورس فيس ازاي. في اول فيديو فيه اللي هو ده، اي حاجه الفكره ممكن تختاريها عن بلد، ممكن تختاريها على شخصيه، ممكن تختاريها على ماده علميه، حسب ما انت عايزين. هرفع الملف بس وابعت لكم، الناس تتابع الصفحه باللينك بتاعي. خلاص ماشي. الملف اللي هو الخاص مفيش اي مشكله. الفكره ممكن الناس اقول لكم على افكار كتيره، ممكن يبقى درس تخصصي بتاعي، ممكن يبقى حاجه علميه، ممكن يبقى حاجه تثقيفيه، ممكن يبقى معلومه زي الناشونال جيوغرافيك، المعلومات اللي بتبقى موجوده عليها، اي حاجه تنفع ليرنينج اوبجكت زي ما شرحنا تنفصل لوحدها. لو درستها او الناس اتعلمتها تستفيد منها لوحدها، لو ربطتها بمواضيع تاني اعملها ايه شكل كبير. نخليها في درس بسيط عشان نقدر نطبقه ونشتغل عليه كما يجب ان شاء الله. اللي مطلوب نطلع فكره تنفع ليرنينج اوبجكت، نبدا نشتغل عليها خلاص، ونشتغل بيها. اكتب الايميل بتاعي. عاوزين الايميل بتاعي ولا ايميل مين؟ ربنا يبارك في امنيه، اهو امنيه كتبت لكم، ده الواجب خلاص. المره الجايه ان شاء الله هنبدا الشغل العملي على طول باذن الله. المره القادمه ان شاء الله هنبدا الشغل العملي مع، عشان كده انا بقول لكم ايه، السندات تبقى جاهزه عندكم، بعديها ان شاء الله نبدا بقى نشتغل المره القادمه باذن الله فوتوشوب. في اي احتياج مني جزاكم الله خير ان شاء الله على استماعكم ليا باذن الله، وربنا يكرمكم جميعا. ويعني بتاسف تاني وبعتذر على اللي حصل النهارده من الشكل ده كله. خلاص اترككم على خير. قبل ما اترككم، في اي اسئله؟ والمحاضره ان شاء الله تبقى مرفوعه عندنا. خلاص هنا خاص بينا برضو عشان الناس اللي عايزه تتطوع معانا. المكان مش لازم يبقى عندنا خلفيه عن الفوتوشوب عشان نشرح الفوتوشوب من اوله لاخره ان شاء الله، واديك الامكانيات بتاعته باذن الله تعالى. ننزله اعمل له سيرش على الانترنت، انا ما عنديش نسخه كامله عشان اقدر اديها لحد خلاص. فالناس تعمل سيرش هتلاقي نسخ كتيره من هنا لحد يوم الاحد. الناس يا ريت تعمل سيرش، اللي مش متوفر معاه ممكن ينزل اي محلات كمبيوتر او اي حاجه ناحيته، يقدر يلاقي البرامج دي عندهم عادي جدا خلاص. سيرش جوجل طبعا، هو سيرش جوجل ده يعني زي ما بيقولوا عم السيرش كله. دي رقم المحاضره رقم 2 ان شاء الله. خلاص كده الفلاش هنشتغل عليه هو السي اس 5، الفوتوشوب هنشتغل عليه السي اس 5 برضه، فوتوشوب سي اس 5.
لا نبدأ نشتغل عليها ان شاء الله تعالى. هتركم في رعاية الله. ينفع سي اس 4، اللي عنده اي نسخة فوتوشوب ممكن لحد سي اس 4، ممكن نشتغل على سي اس 4 او سي اس 5 قريبين من بعض، بس محدش يجيب لي نسخة قديمة. خلاص خلاص، اقدم من كده هتبقى مختلفة في الشرح اللي انا بشرحه. ما عنديش كتاب الكائنات التعلم، موضوع بسيط جدا وليس متشعب عشان يتعمل فيه كتاب، هتلاقي حتى على مضض معمول صفحات كده على الانترنت. فحاولت ان انا اجمع لكم الحاجات، واللي عنده برضو انا بتكلم على الباحثين، لو في حد عن باحث وبيتكلم في المواضيع او بيشتغل في مواضيع التكنولوجيا التعليم او الحاجات دي يقدر برضو يتواصل معايا ونقدر نفيده ان شاء الله في المعهد بتاعنا، معهد اللي هو التعليم الالكتروني الخاص بالدارين ان شاء الله. في اي اسئله تاني من الحاضرين؟ محاضراتنا يوم الاحد والاربعاء، يوم الاحد والاربعاء الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مصر، بتوقيت السعودية ان شاء الله. خلاص هديكم 5 دقايق كامل قبل ما اقولكم ان شاء الله من اللقاء. استاذ امنيه رفعت استمارة التسجيل، دي التسجيل في الدوره عشان يبقى في شهادات طالعه عشان اللي تعالى. الفلاش سي اس 5 خلاص مش مجاني، لا كل ده بفلوس، بس هتلاقوا مواقع كتير منزله اللي انت تقدر تاخده كمجاني او بكراك او بالسيريال وكده. خلاص الناس بس تجتهد شويه فيها، لو نزلت اي شركه شركات الكمبيوتر اللي عندك ممكن تلاقي فيها البرامج دي ان شاء الله تعالى. خلاص، واحنا هنحاول نتفق مع شركه ادوبي يعني بقدر الامكان اللي هي توفر لنا حاجات كده بسعر رمزي للناس يعني من كل الشركه باذن الله، فربنا يسهل يعني، بنعمل برضو ايه محادثات معاهم باذن الله لهم يوفروا لنا حاجات زي دي ان شاء الله. هترككم في رعاية الله، هترككم مع الدعم الفني ومع الأستاذة أمنية، مش محتاجين من أي شيء تاني. إن شاء الله أشوفكم على خير المحاضرة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يوفقك يا جماعة. دعم فني أقفل ولا لسه؟ هتقفلوا أنتوا الغرفة ماشي؟ ماشي، على تواصل مع بعض ان شاء الله على الميل او على اي حاجه من اللي انا وصلتها لكم، ربنا يكرمكم بكل خير ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله.